الصديق العزيز معالي رئيس الوزراء شينزو آبي. يسعدني أن أرحب بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسرني أن أقدم خالص التحية وأصدق الأمنيات إلى الشعب الياباني الصديق بمناسبة العام الجديد الذي نتمنى أن يكون عام سلام واستقرار وتنمية وخير في بلدكم والعالم كله. أود أن أعبر معالي رئيس الوزراء عن تقديري لسياسة بلدكم الصديق تجاه الخليج العربي والشرق الأوسط التي تتسم بالحكمة والاتزان والعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية لمصلحة شعوب المنطقة. ドバイで万国博覧会が開催され、日本においては東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。両国にとって歴史的な年となると思います。それぞれの成功に向けて協力をしていきたいと思いますし、本年はわが国から帰国へ、また帰国から我が国に多くの国民が交流する年となると告白信をしております。 سيكون هذا العام عاماً تاريخياً حافلاً بالنسبة لليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، لأن في هذا العام ستعقد إكسبو دبي ودولة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو، حيث نتمنى المزيد من التعاون لإنجاح هذه الفعاليات التاريخية، وهذا تؤدي إلى زيادة زيارات التبادلات بين البلدين. え、大統領から天皇陛下へのお言葉をいただきましたが、間違いなくお伝えさせていただきたいと思います。وهناك رسالة جاءت من جلالة الإمبراطور ناروهيتو، وهو طلب مني شخصيا ليبعث كل تحيات قلبية لسموكم. ありがとうございます。